ان شاء الله باذن الله آه. زي ما عودت كل المصريين وعدت رئيسنا ربنا يكرمه ويديله الصحه وطوله العمر يا رب. الـ الـ احنا خدنا بمحطه عدلي منصور احسن مشروع هندسي في 2022 ان شاء الله في 2023 محطه بشتيل او محطه سكك اسمها كده محطه سكك حديد صعيد مصر ببشتيل سيف الاسكريتور اسانسيرات مظلات هتاخد احسن مشروع هندسي في عام 23 ان شاء الله. اللي على الجنب ده اللي هناك الهانجر ده ده ورشه جرارات ورشه عربيات ومغسله ومحطه وقود طرح كامل بقول لحضرتك 57 فدان محطه رمسيس الحاليه 13 فدان. عندي ملفين قبل ما يعني ودايما بنذكر سيادتك الملف الاولاني، هل في اي زيادات لاسعار اي وسائل نقل قريبا؟ اطلاقا لا اطلاقا لا. قالوا حد طلع قال هو انتوا البي ار تي ال ار تي ولا البي ار تي؟ لا الاول البي ار تي قبل ال ار تي عشان ال ار تي هنتكلم فيه شويه. البي ار تي قالوا الناس المغرضين طلعوا يقول لك الفريق كامل الوزير طلع قال ان احنا هنعمل التذكره ب 4 جنيه وعملها ب 20 جنيه. يا عم والله البي ار تي لسه ما اشتغلش اساسا. لسه ما اشتغلش. البي ار تي الاتوبيس الدائري الترددي الترددي اللي على الدائري الكهرباء لسه ما اشتغلش. اهو الاتوبيس اهو. طب انت هتقول لي عملنا فيه ايه؟ عملنا المحطات بنشطبها. بنعمل محطات الشحن. مشروع كبير مش مشروع صغير. كبير. الاتوبيسات دي بتصنع في مصر بالمناسبه. يوم ما انا طلعت قلت مش هنعمل اتوبيس خارج مصر تاني. قلت معايا. طبعا. اهو. الاتوبيس اهو. نعم. الاتوبيس ده انتاج شركه غبور. في كريم غبور بنتج ام سي في ورؤوف غبور بنتج هايجر. ده الاتوبيس اللي هيبقى على الدائري. ده الاتوبيس اللي هيبقى على الدائري. اتوبيس كهرباء اهو ده شركه غبور اهي. وجبناه وجربناه وتعايدنا على 100 اتوبيس. الراجل صنع منهم دلوقتي 60 و40 تحت التصنيع. طيب احنا اتاخرنا شويه. اتاخرنا شويه. ليه؟ يعني نقول الاعتمادات الماليه احنا ضاغطينها شويه. نقول ان محطات شحن الاتوبيسات الكهرباء ما هو ده مش هياخد سولار ويجري. لا ده عايز محطه شحن كهرباء. خططناها. بنبنيها دلوقتي. عايز شغل بقى نظم معلومات بحيث ان يبقى في سيطره وتحكم في مركز سيطره وتحكم. يبقى الاتوبيس ده بيشتغل بنظم المعلومات. موقوت متسيطر عليه. كل الكلام ده بيتعمل. اسهل حاجه الاتوبيس اتصنع. اسهل حاجه المحطه اتعملت. ولكن ربط الشبكه دي بقى كلها وتنظيمها و و و. طب انا لسه ما شغلتش والله. طب مين قال لك ان انا قلت ب4 جنيه ومين قال لك ان انا عملته ب 20 جنيه؟ ولا عملته لسه ولا اتعمل لسه ولا لسه مخطط لسه اسعاره لسه ولا فكرنا في التذكره. احنا قلنا هيبقى تذكرته منافسه وفي متناول المواطن اللي كان بيركب الميكروباص. اللي كان بيركب الميكروباص لان ده لما يمشي على الدايري الميكروباص ده هيقف في مواقف فوق. ينزل الراكب. ننزله بسلم او بنفق لحد تحت. يلاقي الميكروباص مستنيه. يعني احنا هل هنلغي الميكروباص؟ لا. احنا هننظم حركه الميكروباص. هننظم الدولة في 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 مرحلة إعادة تنظيم وتطوير لكل مرافقها. فده مرفق من المرافق اللي لازم يتنظم. فإذا لم مفيش أي زيادات لوسائل النقل سكة حديد ولا مترو ولا أجل الـ LRT.